أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر عن حكم الدعوة القائمة الآن للتقريب بين المذاهب، ولا سيما بين الرافضة وبين أهل السنة. لا يقترب حق وباطل أبد، لا يجتمع حق وباطل ولو حاولت كل المحاولات، لأنك تجمع بين ضدين والضدان لا يجتمعان، هذه قاعدة، فلا يمكن تجمع بين حق وباطل أبدا، إلا إما أن يتحول أهل الحق مع أهل الباطل أو العكس، أو أهل الباطل يتحولون مع أهل الحق، أما الجمع بينهم لا، ما يمكن، تضادات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.